شيئان لا يمكن أن تخطئهما عيناك ما إن تطأ قدماك مدينة نيويورك، الأضواء وعربات الهدوء. ليس بعيدا عن ساحة تايم سكوير يقف كريم على هذه البوشكار التي تتيح له فرصة مقابلة سياح من كل الجنسيات في كل يوم. بقالي 10 سنين في أمريكا، اشتغلت في الشغلانة دي من 5 سنين، كنت شغال في الفاشن قبل كده، وبعدين غيرت اشتغلت في الشغلانة دي حبيتها فقعدت فيها. العرب ما بيشتغلوش في المطاعم عشان في خنزير وكده يعني، ففضل يشتغل في الحلال ميت اللي هو حلال يعني. ولأن أغلب من يقف وراء هذه العربات من المهاجرين العرب والمسلمين تجد كل اللحوم المعروضة هنا حلال، وهو ما يجعلها منفذ كل سائح مسلم من مختلف المطاعم الأجنبية. ولأن الصناعة السينمائية والإعلامية على حد سواء ساهمتا بشكل كبير في رسم الوجه السياحي لمدينة نيويورك، هناك من يقصد البوشكارز فقط لأنه شاهدها في فيلم سينمائي. ورغم أن البوشكارز أصبحت إحدى أهم واجهات المدينة التي لا تنام، كثير من ملاكها المهاجرين الذين تطاردهم لعنة دونالد ترامب يتساءلون، هل تختفي في حال فوزه بالانتخابات؟